مين من تلامذتك النجيبة اللي هو دلوقتي بقى مدرب يعني تاتش وود بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا؟ والله في كتير يا كابتن. طب قول الو كده، قول الو الو. لا زق، علق علق الو صوت. الو كابتن مصطفى، ابو حميد، ازاي حضرتك؟ وحشني. ازيك يا ابو حميد؟ وحاجه عامل حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه مشرفه. الله يخليك يا كابتن مصطفى، الله يخليك. وقبل ما تدخل معانا على التليفون، طبعا معانا الكابتن احمد سامي نجم النادي الاهلي ومن المدربين الجامدين قوي، مدرب سيراميكا وقبل كده درب في سموحه بسم الله ما شاء الله. يعني لسه كنا بنجيبين سيرتك دلوقتي، وكان الكابتن عادل بيقول لي كان راجل جميل وبيسمع وعاوز يتعلم، كل كبيره كل صغيره. معاك الكابتن عادل بقى هيتكلم معاك، انا ماليش دعوه. الكابتن عادل تيمه ده من يعني من غير ما يعني الاول بسلم عليه طبعا حبيبي ووالدي يعني، لكن انا بكلم في حاجه يعني. الكابتن عادل ده يعني صاحب فضل عليا كبير جدا في كل حاجه، من وانا لعيب كوره، من وانا في الناشئين في نادي الاهلي لغايه دلوقتي، وانا بكلمه على طول بصفه دوريه. وراجل انا يعني اتعلمت منه كتير جدا، سواء خارج الملعب من نواحي الالتزام والانضباط، ونواحي كمان النواحي التكتيكيه. ودي كانت غريبه عندنا، هو كابتن مسكنا وانا عند 16 17 سنه لغايه قبل الدرجه الاولى على طول. اتعلمت منه كتير جدا يعني، كان النواحي التكتيكيه دي ما كانت برضو غريبه بالنسبه لقطاعات الناشئين، كان دايما كلام كله على البوزيشن بس، لكن النواحي التكتيكيه الجماعيه سواء الدفاعيه او الهجوميه احنا اتعلمناها من كابتن عادل. وكان سابق دايما، كان كل الفرق بتلعب بخمسه ورا، هو احنا كنا بنلعب اربعه، وكلمنا في حاجه في سنه حاجه و80 في اخر الثمانينات. نعم. فيعني سابق عصره يعني. كابتن مدرب كبير كابتن عادل. طب هو هيسلم عليك بقى، انا هسالك سؤال كده سريع كده، اتفضل يا كابتن عادل. اولا مبروك يا احمد. الله يبارك فيك، الله يخليك. ودايما مشرف وانت لاعب وانت مدرب داخل الملعب وخارج الملعب في تعاملك مع الناس ومع اللعيبه، اللعيبه كلها بتعشقك وبتعرف ازاي تروض اللعيبه اللي معاك، مفيش كبير وصغير عندك، بتخش في قلوب الناس بسهوله جدا، بتحترم المشاهد، بتحترم الاعلام، امين جدا مع النادي اللي انت بتشتغل فيه، بتاخد لعيبه مغموره بتخليهم نجوم بفضل الله، ثم بأدائك، أدائك النفسي إزاي بتطور الأداء اللاعب، وبيبقى في مرحلة بتخليه في مرحلة تانية، حسن اختيارك للاعبين، بتوظف كل لعيب وبتديله مهام مركزه، الجانب التكتيكي على أعلى مستوى ده مفيش خلاف عليه. الجانب الآخر واللي ناس كثيرة بتغفله الشغل اللي بره الملعب. انا شفت في نجوم كانوا معذبين مديرين فنيين في انديه كبيره، انت كنت بتقعده بديل ويقوم يسخن طول المباراه وما بتلعبوش، وقدرت انك انت تروض الناس ديت لحد لما وصلت انه يعني الانديه دي الكبيره دي محتاجين يرجعوا تاني او بيحترفوا بره. الاداء ده جاي مش من فراغ، انت تفوقت على عضل طعيمه وتفوقت على كل الناس. انك انت كده يا كابتن، ده كلام كبير، انا ما استحقوش يعني. لا لا، بيقول لك كلام الكابتن عادل اهوت بقى، فعاوزين نشوف حاجه احسن كمان من اللي احنا شفناها قبل كده يا احمد. ان شاء الله باذن الله. يعني راجل يا كابتن مصطفى. طب ما تحكي لنا على موقف كده معاه يا كابتن. كابتن عادل، اول ما مسكنا احنا كنا طبعا، كان الكابتن عادل شخصيه قويه جدا، وكنا احنا جيل برضو، انت عارف ان احنا جيل بيبقى صغير يعني، يعتبر يعني لسه صغيرين، ففي شقاوه وفي، فالكابتن بقى هو اول واحد، هو اللي عمل التوازن بين ان انت تحبه وتخاف منه، يوصلك ان انت عايز تموت نفسك في الملعب وفي الاخر تبص في وشه وتشوفه راضي ولا مش راضي. ايه اللي اتعلمته منه يا احمد؟ لا انا اتعلمت منه حاجات كتير. زي؟ لا، كل حاجه تخص التعاملات مع اللعيبه، الانضباط، الالتزام، مفيش هزار في الشغل، وفي نفس الوقت في رصيد بينك وبين اللعيب، رصيد محبه مش رصيد
وعمر الكابتن عادل ما تلفظ بلفظ خارج على العين. مهما كانت ظروف الماتش ومهما كانت احنا خسرانين خسرنا ما كسبنا، عمره ما تلفظ لفظ خارج، وبالعكس عدم تلفظه بلفظ خارج ده كان بيزيد احترامه لينا واحنا نحترمه اكتر، ويخلينا دايما دايما بنقاتل برضو عشان النادي اللي احنا بنلعب فيه كان النادي الاهلي، وعشان برضو هو يبقى مبسوط وراضي عن الاداء بتاعه. طب ما تقول لنا موقف يا احمد مع الكابتن عادل. صاحب فضل كبير شخصيا انا عليا، وانا دايما 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 يعني بحب اشوفه وهو واكلمه، لان بيديني حاجه تبقى معلومات. طب ما تقول لنا موقف كده مع الكابتن عادل. كابتن عادل مره احنا كنا خارجين من التمرين، وبعدين احنا بقى طبعا كل الفرقه بتمشي مع بعض، تبقى احنا مجموعات كده من تعرف الحته بتاعت الاوبرا دي يا كابتن مصطفى. طبعا. فالمهم حصلت مشكله مع حد على الرصيف هناك وبتاع، واحنا بقى لابسين ترنجات نادي الاهلي بقى، انت عارف احنا صغيرين جدا وبنتحمى بالترنج اللي احنا لابسينه. بدله العيد. بقى بالترنج بقى يعني ما حدش هيكلمنا. فالمهم حصل يعني قصه كده. فالمهم حصلت مشكله كبيره، وبعدين الكابتن عادل تدخل، وهو كان معاه الكابتن اكرامي كمان، تدخل وحل المشكله دي. بس ده بقى القصه الاجمد اللي بعد كده. قول. بعد كده يعني تروقنا. قال لك لازم تحترم الترنج اللي انت لابسه، لازم تلعب باسم نادي الاهلي. لا اتعلمنا منه حاجات كتير يعني. التدريب مش في الملعب بس، خارج لا الملعب. لا 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 لا، طب بصمه في الجيل كله، وجيل قبلينا كان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم وجيل كامل. نساب بصمه في كل الاجيال اللي هو دربها. دي حاجه خلي بالك، واقول لحضرتك على حاجه، وهو ما خدش حقه برضه، ما خدش حقه. انا بقول لك بمنتهى الامانه، ما خدش حقه في التدريب ولا خد حقه في النواحي الاداريه. طب ايه الحاجه اللي علمها لك الكابتن عادل وانت ماشي بيها دلوقتي كنصيحه في التدريب لحد هذه اللحظه؟ الالتزام والانضباط في الشغل، وما فيش كبير وصغير. ان بيننا وبين بعض دايما التعامل بين اللعيبه والمدرب تعامل حسن، يعني ايه، في معامله كويسه من غير ما تجرح كرامه اللعيبه ولا حاجه، بس بيننا وبين بعض في الخراج يتطبق عليك مهما كان اسمك، مهما كان انت عملت ايه. ان شاء الله جبت 10 تجوان الماتش اللي فات وخرجت عن النص، هتعاقب. الكلام ده طبعا ساب اثر فيا كبير جدا، وشغال بيه لغايه دلوقتي. كابتن عادل هتقول حاجه للكابتن احمد؟ الراجل ده اولا بيتقن عمله جدا، دي حقيقة. يحب يشتغل كل يوم. اتعرض عليه المنتخب الاولمبي ورفض. رفض ليه؟ انا عارف ان المنتخب الاولمبي بيشتغل مثلا في السنه قد ايه، شهر تقريبا يعني. انما ده عايز يشتغل كل يوم، مهنه شاقه جدا ومهنه متعبه جدا، ومع ذلك لان هو بيتقنها وبيحبها، مدرب موهوب. وبالتالي امنيه حياتي ان انا اشوفه ماسك منتخب مصر الكبير ان شاء الله قريب. يعني الكلام ده يا احمد يعني ما خلاكش تتغر بقى. لا لا والله انا الكابتن عادل انا ما استحقتش كل ده. لا تستحق. لا والله تستحق. تستحق كل خير. مش انا اللي بقول الكلام ده يعني. ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الجاي، وتعمل احسن واحسن ان شاء الله يا ابو حميد. الله يخليك يا كابتن مصطفى، الله يخليك. اتفضل يا ابو حميد.